9/2/2013 حمص بلدة الغطري الشمالي، هذا ما خلفه طيران الطاغي بشار الأسد وأعوانه المجوس الإيرانيين والروس لهذا المنزل الآمن على ساكنيه. الساعة 2/2013 حمص ردة الغنطري الشمالي، هذا ما فعله طيران الطاغي بشار الأسد وأعوانه المجوس الإيرانيين والروس والصينيين. بدل أن يحمينا هذا الطيران أصبح يقصفنا في كل يوم. منزل السيد عبد اللطيف حتى هذا أصبح ركام فوق ساكنيه. الساعة 2/2013